فرقة التلفزيون للفنون التابعة لتلفزيون دولة الكويت، هذه الفرقة اللي تأسست في 1978، واليوم بنتكلم عن بعض الإنجازات اللي قدمتها في المحافل الدولية. نتكلم عن إكسبو دبي، نتكلم عن إكسبو قطر، نتكلم عن إكسبو إيطاليا، وأيضا المشاركات في كثير من كؤوس العالم مثل أسبانيا، وأيضا مشاركات كثيرة في الرياض والوطن العربي. خلينا نتعرف عن هذه الفرقة، خلينا نتعرف شنو بتسوي خلال سنة 2024 من خلال هذا التقرير. خلال هذا هذه الفرقة وهذه الفنون قد قدمت الكويت حقيقة مجموعة من الفنون من خلال المهرجانات اللي فعلا فرقة التلفزيون شاركت فيها. بدأت من الجولة تقريبا في دول الخليج وفي دول العالم العربي. من خلال المدة الطويلة هي تقريبا قدمت فرقة التلفزيون مجموعة كبيرة من الأغاني والألحان، أغلبها يعني يتداولها أو يغنيها أكثر المطربين في الخليج العربي، يمكن أن قد يكون في بعض العالم العربي لو خصوصا الخليج. مفتون قلبي، ما مفتون قلبي، في مجموعة حقيقة من الأغاني المشهورة لفرقة التلفزيون. بعد ما أخذنا كلمة الأستاذ غنام الديقان رئيس فرقة التلفزيون، ننتقل لابنه الدكتور سليمان الديقان. هنتعرف معاكم عن إنجازات فرقة التلفزيون في المحافل الدولية، وآخرهم إكسبو دبي. جرت العادة التدريبات الدورية لفرقة التلفزيون لإعداد لمناسبات مهمة، إن كانت في الكويت للأعياد الوطنية والمناسبات للدولة، أو إذا كانت خارجية طبعا بالتنسيق مع إدارة تلفزيون الكويت، سيد الوكيل التلفزيون ومع مدير الإنتاج، لإعداد حفل أو يعني مجموعة أعمال خاصة خارجية. دائما إحنا نحاول نكسب جمهور عريض كبير في أي كان. فرقة التلفزيون أعتقد لها تاريخ كبير وعريض، الآن يمكن هي تاريخ لها أكثر من 45 سنة موجودة في كل المناسبات، إن كانت عالمية أو يعني في الدولة في الكويت. في الختام شفنا استعدادات فرقة التلفزيون وكل الأشياء اللي راح يجهزونها في هذا الموسم، موسم حلو فبراير بمناسبة الأعياد الوطنية. 2024 بإذن الله إن شاء الله تكون جميلة علينا وعليكم وعلى هذه الفرقة وكل الإنجازات اللي يقدمونها. نذكر أن فرقة التلفزيون ما يكون شغلها بس في الأعياد الوطنية، شغلهم يمثلون دولة الكويت في المحافل الدولية. نلقاكم على خير، فما الله.